تعد المناطق والأحياء التي وقعت تحت سيطرة ميليشيا صالح والحوثي في بداية الحرب بمدينة تعز الأكثر تضرراً وتدميراً، خاصة الأحياء التي تبنت فكرة رفض التواجد المسلح للميليشيا داخلها، فدفعت الثمن باهظاً من الأرواح والممتلكات ومقومات الحياة بكل تفاصيلها. في مقدمة هذه الأحياء يأتي حي المناخ التابع إداريا لمديرية المظفر قيمة المناخ في الجانب العسكري تبة المناخ المتواجدة في هاتين الفلتين حيث هاتين الفل... هذه التبة تطل على شارع جمال وعلى شارع 26 وهما الشارعان الوحيدان في المدينة فمن يمسك المناخ يسيطر على شارع جمال ويسيطر على شارع 26، كما أيضا يسيطر على وادي القاضي وجولة وادي القاضي، وبذلك يكون قد أمسك زمام المدينة من خلال هذه التبة. تكمن أهميته الاستراتيجية في التحكم الرئيس بالبوابة الغربية للمدينة بمنفذيها خط الدحي الجامعة وخط المدينة حي بير باشا. إضافة إلى احتضانه لتوليفة كبيرة من المؤسسات الخدمية والحيوية الهامة مبنى المرور ومبنى البحث الجنائي والجوازات ومدرسة 26 سبتمبر والمعهد الصناعي معظم مباني المؤسسات الحكومية هنا في المرور بجوار المناخ وحشدوا لها حشد غير عادي و الامن السياسي ايضا من اهم المناطق التي في هذا المكان. في الاول من ابريل من العام 2015 اي بعد سته ايام من اجتياح المدينه بدات ميليشيا الانقلاب بنشر الياتها العسكريه على اطراف الحي واعتلت التلال المحيطه به من كل الجهات. جعلت من المؤسسات الخدميه بعد افراغها من موظفيها محطه للتمركز والتحشيد وتخزين السلاح ثم قامت بعدها باستحداث النقاط المسلحه بالطرقات فشلت الحركه برمتها لتفرض بعدها اجراءات تعسفيه بحق السكان بمشاهد يصفها من عاش تفاصيلها بالمرعبه وبدأ تواجد الميليشيات في المؤسسات الحكومية الأمن السياسي المرور والمدارس مدرسة 26 ومدرسة المعهد الفني حيث قبل هذا التاريخ بأيام نزلت ديانتان محملتان بالأسلحة والمعدات كاستعداد لحصار واقتحام المناخ لأنه لأول مرة يعني نشوف هذاك الهجوم كان خوف وهلع بالناس بالذات نحن احنا كنا متفرقين يعني الناس يعني كل ناس في مكان لكن فجاه رجعنا كل واحد الى الى الحاره نفسه عندنا حتى اللي هم من بعيد رجعنا للحاره من شده الخوف والهلع اللي اصابنا كان تحشيد ما يتصور الانسان يعني ولماذا جاءوا؟ كان هناك تحشيد بكل انواع الاسلحه الثقيله والمدرعات والدبابات والاليات المختلفه. حشود كبيره جدا في مبنى المرور وفي مبنى البحث الجنائي وفي مدرسه الـ 26 وفي المعهد الصناعي وكانت قناصتهم ايضا تتمركز في تلك العماره الحمراء. كانت حشود كبيره في الاسبوع الثاني عززوا بدبابتين تي 55 وعربه بي ام بي ومصفحه. بدات حاله الرفض الشعبي تتنامى ضد تواجد الميليشيا. وممارساتها التعسفية بحق السكان. بعد أيام من سيطرة الحوثيين على الحي، شددت الميليشيا إجراءاتها الأمنية والعسكرية. نشرت المدرعات وعناصرها بشكل مكثف في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية على مستوى المدينة بشكل عام وحي المناخ بشكل خاص. أعقبت هذا الإجراء بفرض طوق حصار بدت خلاله متجردة من القيم والأخلاق والإنسانية. فبدأوا على طول من تلك الساعات برش الحارة بمختلف أنواع الأسلحة من عصر يوم الرابع عشر وحتى أن الناس ما توقعوا مثل هذا لأن لهم خبرة في الحرب من 2011 لكن ما كانش بهذا السلوك العدواني البغيض. حول الحارة إلى مطر مطر من الـ الـ القذائف والرصاص وبمختلف أنواع الأسلحة عشنا في هذه الفترة نوع من من الخوف وعلى أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أعراضنا لأن هذه ميليشيات كما رأينا في المناطق التي اجتاحتها أنها ميليشيات لا ترحم أنها تقتل الناس بالجملة أربع دبابات في شارع المرور على حي المناخ حي صغير أربع دبابات ومدرعة و يسمى مدفعية اسمها بي 10 كانت على طقم طقم متحرك سريع ضيق علينا كل شيء بالحصار يعني مرت فترة على حارة المناخ ما يلقوش حتى الماء إلا سبحان الله المطر أغاثهم يعني يمكن شهرين أو ثلاثة أشهر ما فيش ماء مقطوع علينا الماء الغاز يعني كانوا يقودوا بالاحطاب كسروا الابواب من يقودوا ياكلوا ويشربوا كهتنا هيانه الله ما اهتنا من هيانه لا معاشات لا عيشه لا ماء لا دنيا خلي لك على الله ما حصلنا من هيانه والله صبرنا لما ربي ترجع علينا يوما بعد اخر وانتهاكات ميليشيا صالح والحوثي بحق سكان حي المناخ تزداد بشكل اكبر، وصلت الى حد منع دخول ابسط مقومات الحياه من مأكل ومشرب، وهي حق مشروع كفلته الشرائع السماويه والاتفاقات والقوانين الدوليه للمدنيين في اوقات النزاع، مهما كانت حده النزاعات والحروب. امام هذه الممارسات اللا اخلاقيه، ضاق الناس ذرعا. ليشهد الحي آنذاك عملية نزوح لأغلب ساكنيه بشكل جماعي فكثفت أيضا الميليشيات من حصارها الخانق على المناخ بأنها اعتلت تبة البحث الجنائي والأمن السياسي فكان حتى الدخول إلى حارة المناخ بشكل صعب جدا فكان من يريد أن ينزل لا ينزل من هنا من التبة ينزل على قسم القديري بينما هناك من الأمن السياسي أي واحد يمر هنا يقنص من الأمن السياسي حتى لما نستطيع ادخال الماء ولا ولا اي ولا اي, أي شكل من الاشكال كان مستحيل الدخول الى حاره المناخ الجو كان رعب وانا احد الذين نزحوا بعد الحرب باسبوع من الخوف لانه يعني كنت ما اقدرش اجلس انا وعيالي واهلي كامل آه كانت شعتنا يعني اما ثاني قبل حبشي بقريه واهلي بقريه واختي ثاني بقريه كل واحد نزح وحده يعني اللهم اني اسالك نفسي يعني كل واحد يخرج المهم يلقي سيارة كان ما سيارات كان يلقي باصات صغار على غاز يعني بالخطف الخط ورقم البنا والناس مشاء ومشي مشي على الأقدام يعني اللهم تحمل أكلك شربك ولا معك أطفال اللي كل واحد حادف حقه الفرش في ناس خرجوا حتى بدون تيام ولا حاجة من الخوف نزح جميع سكان حارة المناخ مش من الشارع الرئيسي لأنه كان الشارع الرئيسي هذا يسمى شارع الموت كان أي واحد يدخل الشارع على طول يقنص بالتالي لقوا للخروج والنزوح من الطريق الخلفي من تحت الخزانة هنا ففضت الحارة وضعوا في حسبانهم أن يحاصروا تعز قبل أن تأتي إليهم فجاءوا إلى محاصرة تعز وإلى الآن لا زالوا يفرضون حصاراً على مدينة تعز رغم أنهم يعلمون أن الإمدادات العسكرية كلها تأتي إلى تعز وإلى الجيش الوطني من هيئة العب لا تأتي من الحوبان ولا تأتي من طريق المخابة فرق شرعاب الستين انما تاتيهم من اتجاه هيئه العبد ولا زالوا يفرضون حصارا خانقا على تعز ويرفضوا ان يرفعوا هذا الحصار عن المواطنين فتضرر كثير من المواطنين سواء في تعز او خارج تعز بتضررت مصالحهم بسبب هذا الحصار الخانق. الناس نزلوا من صنعاء الى تعز ايش بيريد منك؟ اذا بيسلم عليك بيصافحك. اذا كان يريد الدوله كان بيحكمها من صنعاء. لكن عرف الناس بان لهم اهداف ولهم غايات يريدون تحقيقها فبالتالي خرجوا لمواجهته قبل أن يسيطر سيطرتهم على هذه المدينة في مطلع يونيو من العام 2015 بدأت الأحداث تأخذ منعطفاً آخر بعد أن فقدت ميليشيا الإنقلاب بعضاً من مواقعها لا سيما في جولة المرور وحي الحصب وجولة وادي القاضي، هذا الأمر دفعها إلى توسيع دائرة نشاطها العسكري على محورين، الأول أوكلته لفريق القناصين ووسعت من تواجدهم وأهدافهم، فيما الثاني تمثل بنشر المدرعات والآليات الثقيلة بشكل مكثف على الأرض، حصدت رصاصات القناصين أرواح الكثير من المدنيين الأبرياء فيما ألحقت قذائف الآليات الثقيلة أضرارا بالغة بمنازل الحي ومؤسساته وأتلفت كل المحتويات في الأسبوع الثاني عندما لاقوا مقاومة شرسة ولم يستطيعوا أن يتقدموا في المناطق التي هم فيها استخدموا الأسلحة الثقيلة داخل المدينة استخدموا الدبابات الدبابات T55 هذه أعتقد أنه المدى حقه يصل إلى 18 كيلو 13 كيلو يعني هذا سلاح ثقيل لا يستخدم إلا في الحرب في المسافة الطويلة بين الجيوش عندهم سلاح ما هوش حانبين بحد يضربوا عندما حطة حتى حتى ناس ولا فوق بيت ولا بل عرضوا عندما تكون كان عدلك بلادنا كمية سواريخ عندهم سلاح قوي سلاح يعني مش بيوم أو يومين مجهز له فترة يعني عنده الدبابه وعنده المدفعيه وعنده الاله وعنده الرشاش البيت حقيقه صفوها من مسافه لا تقل عن كيلو متر او كيلو ونص متر حتى تم يعني تدمير جزء كبير منه وفقدنا كثير من الاثاثات لكن الحمد لله رب العالمين لم يكونوا الاسره والاولاد موجودين يضربوا من فكه المرور يضربوا من هنا من الحصب يضربوا من من هذا الجبل على قوتهم جبل الارانب مثل ما يقول الابوه المهم كانوا يخلوا الدنيا حمراء فوقنا ها؟ واحنا صامتين ندعي الله بس ندعي الله ما كتب الله لنا شيء لكن هذا كان قصف عشوائي هجوم عشوائي ما يعرف بلا مريض ولا بخير لا شيبه ولا شباب حد المارة اراد ان يمشي يمشي الى الشارع الرئيسي هذا فحاول الشباب يمنعوه قال له يا حاج الطريق هنا حرب وفي قال يا اولادي الخط خط الله مشى لعند الفرن يعني تقريبا خطوات بسيطه واذا بالقناص يضربه رصاصه بالراس فسقط قتيلا في وسط الشارع ومنذ تلك اللحظه عرف الناس ان هذه الميليشيات لا تفرق بين مدني ولا عسكري حتى انه هذا الحاج بقى بالشارع عده ساعات لم يستطع احد انقاذه ما ذنب الانسان لما يكون ماشي في الطريق وانتبه على الجبل تقنص لك عابر السبيل قصفه بعشوائيه يعني قصف المراه والطفل وصاحب العربيه والعامل كل الناس قصفوا قصف عشوائي. عجوزه فاستاذنتهم للدخول الى الحي هي ساكنه من الساكنين في داخل حي المناخ استاذنت ذلك الرائد الذي كان ماسك المعدل في مدخل الحي قالت له يا ابني اريد ان اذهب الى بيتي قال لها امشي ما يا ابني في بر مو او كذا قال لا لا لا, لا تخافي ولا اهم شيء الدواعش ما يطلقوا عليك انظر يعني كانت أفعالهم من اجل ايش يلصقوها بالدواعش اذنوا لها بالدخول دخلت الى نص الطريق يعني في تقاطع يؤدي الى شارع جمال ويدخل يعني ويمر الى الحاره في تلك المنطقه استهدفها القناص من الخلف وارداها قتيلة خلال الثلاثه الاشهر الاولى بعد دخول تعز ظلت ميليشيا صالح والحوثي تمارس القتل والقصف والترويع والتدمير بحق من تبقى من سكان حي المناخ فيما ظلت دباباتها وعرباتها ومدرعاتها تسرح وتمرح على مراى ومسمع من طيران التحالف دون تدخل لوقف تلك الجرائم المروعه التي تمارسها الميليشيا على نحو يومي بحق المدنيين التحالف هو خدم الحوثي من جانب انه ما كان يصيبهم باذى بالتالي كانوا في امنين اذكر الدبابه التي كانت تشن الحملات من فتحه المناخ ما بين لحظه واخرى عارف انه في دبابه بالشارع ومع ذلك هذه الدبابه بقيت الى ان تحررت المناخ مجموعة من الأسلحة نزلت في منطقة مقبرة الوجينات والدعم الثاني لا أدري هل هو عن قصد أو غير قصد الدفعة الثانية من الأسلحة أنزلت في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون بعد قولة المرور في حوش المصنع حق شركة البلاستيك التابعة لبيت هزة طه يعني هل كان رغم أنه الأوجينات واضحة ممكن كان الطيران مثلما نزل الدفعة الأولى نزل الدفعة الثانية ولكن ما ادري هل هو مقابل انه اسقط اسلحه للمقاومه ايضا اسقط اسلحه كمان للحوثيين في منطقه الحصب؟ كان المقاومين يرفعوا بتقارير بان العماره الحمراء فيها قناصين، هؤلاء القناصين لا يميزون لا بين مدني ولا عسكري، يعني خارجون من هذه ومع ذلك لم يتدخل الطيران في شيء، وانما ذهب وقصف من؟ مدرسه 26 ومدرسة الفنية ربما كان يريد قصف المعدات اللي متواجدة في هذه المدرسة وخاصة المدرسة الفنية التي كانت تتواجد فيها معدات تقدر بالمليارات قُصفت منطقة الدحي وكان هناك اشاعات وان هناك كلام الا يتقدموا وانه اذا تقدموا سيتم قصفهم فعلا آه ابن اسلام كان احد الشباب المقاومين الذين تقدموا الى نقطة الدحي المشرفة على معبر الدحي وتم قصف المنزل الذي النقطة الذي بجانب النقطة فانسحب الشباب وعادوا إلى حي المرور كما هو مرسوم ما أعتقدش أنه هذا أخطاء من أخطاء التحالف يعني كان القصف يعني قصف مركز أول ما بدأ الطيران تلك اليوم الساعة السادسة أذكرها تماما وأنا كنت نائما في البيت بدأ بالضرب ضرب أول ضربة ضربة تحذيرية كانت ضربة تحذيرية للحوثيين أنا شردوا واتركوا مواقعكم حتى لا نستهدفكم اين كانت تلك الضربه ضربه على منزل يسمى عبد القوي صالح الشرعبي في حي الدحي ضربوا تلك البيت والاسره نائمه بشكل عام اكثر من عشرة اشخاص اسره واحده هذا داخل البيت دفنت دخل سكان حي المناخ بعد هذه التباينات في المواقف منعطفا اخر من المعاناه الاضافيه لا سيما بعد وضع طيران التحالف بنك اهدافه وبالفعل بدا بترجمتها على الواقع لكنها كانت بمجملها خلافا للمتوقع لدى السكان فما نتج عنها سوى تدمير البنيه التحتيه للمرافق الحكوميه وخلق حالة رعب وخوف وألم مضاعف في قلوب السكان كما تؤكد الشهادات الموثوقة ممن عاش تفاصيل تلك الأحداث لحظة بلحظة فرحنا بإخواننا بالتحالف بأنهم جاؤوا لإنقاذنا وجاؤوا لمساعدتنا ولكن عندما رأينا الأخطاء قصهم يعني مركز متعمد ما اعتقد انه الطيران هذه يعني كل هذه الذي حصلت اخطاء اتضح الان في النهايه ان هذه ليست اخطاء طيران وانما هي كانت يعني قصف مركز اربع اشهر وانت تريد تحرير حي ومع ذلك لم يفيدك التحالف وبقت قوات الحوثي كلها متواجده لم يضرب عليهم لا دبابه ولا مصفحه ولا حتى طقم معناه انهم كانوا شركاء في حصار المناخ بقى الدبابات ما من 26 تستعجل لم يستهدفوها استهدفوا هذا المبنى مبنى المرور استهدفوا حتى دمروه حقيقه يعني المشاهد يعني أنكم يعني تشاهدون كيف الدمار في هذا المبنى وما عاد كان فيه احد القصف للبنيه التحتيه كان متعمد من الحوثيين وايضا من التحالف كما ترى مبنى المرور وكثير من ايضا من البيوت كان هناك نوع من القصف بعد ان ينسحب الحوثيين من هذه المنطقه ويخرج الحوثي بقواته سالم اليمن وقعت في فخ كبير جدا وقعت في فخ يعني وكانه مخطط كانه مخطط وانا اجزم بانه مخطط وعلى راس ذلك المخطط هم الخليج في منتصف شهر أغسطس من العام 2015 سارت الأحداث في حي المناخ بوتيرة متسارعة خلصت في نهايتها إلى اندحار ميليشيا صالح والحوثي من محيط الحي بالكامل. عندها تكشف حجم التركة الثقيلة من قصص الدمار والخراب والألم التي خلفتها الميليشيا في كل أرجاء الحي وقلوب ساكنيه. تركه لا يمكن تجاوز تبعاتها وتضميد جراحاتها على المدى القريب، وربما ستورث لأجيال قادمة، كحال أغلب الأحياء في مدينة تعز التي مرت من خلالها مليشيا صالح والحوثي. في ناس الآن كثير مصابين بحالات نفسية، في الآن ناس يعني محصورين. في بيوتهم لا يستطيعون الخروج الى الان يتصور لهم ان الحوثي لا زال يعني موجود ويعني اذا سمع يعني حتى انفجار بسيط تراه يعني يسقط الى الارض خوفا مغشيا عليه كثير من الاطفال الان يعني مصابين بالتبول الارادي كثير من الناس من كثره الفزع وما يسمى الفجائع عندنا في في اللغه الدارجه اليمنيه مصابين الان بامراض الكبد الان يعني هناك حاله انسانيه صعبه داخل تعز ناس كانوا مصابين بامراض القلب بسبب الانفجارات الشديده يعني سببت لهم الوفاه لدى الناس عندما يتذكروا تلك الايام المرعبه ايام اطلاق النار بكثافه والقذائف الى وسط المناخ هذا لا ينسى ايضا كثير من الاضرار الماديه ما زالت موجوده شاهده على ان هذه الميليشيات مرت يوما ما من هنا قد اصيب بعض الاهل بالسكر، بعضهم اصيب بالقلب. واحنا يعني كاستاذه الان عايش بفزع. خوف. قدني امس سمعت الضرب انوي تخرج من البيت. هو بعيد عننا، فبالك بالك بذلك الوقت لما الطائره تضرب المدرسه الفنيه والجوازات واحنا جنبهم. كان البيوت تهتز. والاطفال والله العظيم انهم عايشوا برعب جدا. قدني اقول لك معي بنت عمر الان ثمان سنوات. احيانا تحب تقول شعر. اني تقول للحوثي اخرج من بلادنا احنا احرار هذه تعز بلادنا هذه تعز حقنا اقول لي مين تقول للحوثي يعني عاشوا الاطفال مؤسس برعب والاباء والامهات والشباب الحين اكثرهم مصابين بهذه الامراض حقيقه عشنا حياه ما فيها يعني ابسط المقومات ما فيها رحمه يعني لا يسمح لك يعني ان تخرج تبحث عن قوتك الا عن طرق بعيده جدا تصل وانتقدك هل... يعني هالك هالك ضبحنا من الحرب الحرب هدم بيوتنا هدم عيالنا خلي كل بيت حزين طاحوا الشباب طاحنا الامهات على عيالهن ولا عن اشتي حرب نشتي امن ببلادنا ايمان ببيوتنا ببلادنا ولا عن اشتي حرب ابدا احنا خاورين يوم نقعد ما... ما يفقع عناش القذائف ولا الصواريخ ولا خايفين المهم عايشين بخوف عايشين بخوف الليل والنهار وانا ضرب القذيفه وانا ضرب الصاروخ وانا عمل وانا بيوتنا تهدمين قهالنا قتلونا هون وذحنا عايشين بخوف الليل والنهار ولا ابو امان ما نشتيش حرب خالص يهدوا الحرب هذا خلونا نعيش ببلادنا بسلام